أهلا معكم من مريم تي في. أعزائي المشاهدين، بهالحلقة المميزة مثل كل تنين من كل أول أسبوع، أسبوع جديد بيمنحنا إياه الرب لنكون عم نلتقي فيه سوا لحتى نتبادل أفكار وأيضا نستعرض أفكار كل الأشخاص الرائدين بمجالهم واللي عم بيحققوا إنجازات على صعيد مهنتهم، أو نستعرض كل هالمواضيع الثقافية النفسية الاجتماعية الإنسانية اللي مثل العادة مننطرها سوا لحتى نكون عم نطلع ونثقف أنفسنا فيها. اليوم حابب هيك ببداية حلقتنا نحكي عن أهمية الصمت بحياتنا. بالواقع هيك قريت مقولة حبيتها كتير، بتقول: صمتك وقت الفوض ثقة، صمتك وقت الغضب قوة، صمتك وقت الإساءة حكمة، وصمتك وقت الاستفزاز انتصار، وصمتك وقت السخرية رفعة، صمتك وقت الحاجة عزة نفس، وصمتك وقت الحزن صبر وتوكل، صمتك وقت نصيحة الناس لك أدب، لا تتكلم إلا إذا كلامك خيرا من صمتك. بالحقيقة الصمت هو فضيلة رائعة مباركة، إذا الله أنعم علينا فيها فنحن منكون من الأشخاص المميزين اللي بيعيشوا بسلام وبيقدروا يوزعوا السلام للآخرين حواليهم بمين ما كانوا عم يلتقوا، إن كان بعائلتهم بشغلهم أو بحياتهم العامة، بيقدروا يكونوا عم بيبثوا روح المحبة مش بس روح السلام لإلهم ولكل اللي حواليهم. بالحقيقة الصمت بطولة، يمكن هيدي ما انذكرت بالمقولة بس بالنسبة لإلي بطولة، وبدها نعمة، وهالنعمة بدها تدريب متواصل. يعني انت مش هينة تكون عم تستفز، يكون حدا عم يظلمك وانت بصمت وتروي عم بتفكر بالطريقة الانسب للإجابة او للتصرف، ولهيك بيكون سلوكك خير رائع مهذب. لهيك اخوتي المشاهدين، لما منتدرب على الصمت نحن منكون عم ندرب بحالنا شخصية لائقة بالمجتمع، شخصية مهذبة، شخصية فكرية، شخصية محبة. الصمت حقيقة خلق للأبطال، الأبطال اللي بيقدروا يعرفوا أي متى الوقت المناسب ليحكوا لحتى يحسبوا حساب الرجعة بعلاقاتهم، إن كانت الزوجية أو بالعلاقة مع الأولاد أو بالعلاقة مع مدراءهم بالشغل، رئيس شغلهم، أو بأي موقف بيتعرضوا له. الاستفزاز مش هين، الاستفزاز بيوتر، بيخلق مشكلة نفسية، ولكن إذا عرفت تصمت وترجع بالوقت المناسب تقول الكلمة المناسبة بوقتها، أكيد بتكون بطل. بطل لأنك خلصت نفسك وغيرك من مشكلة كبيرة ممكن تورطك بالكلام، لأنه الغضوب بصير يشبق كلمات، بحس حاله عم يتشفى، عم ينتقم، بصير يقول كلمات يمكن عم يظلم فيها، يرجع هو عم يرد الشر بالشر. كل اللي عم نحكيه هلأ بموضوع اجتماعي محض مرجع الكتاب المقدس، كل الأدبيات بحياتنا مرجع الكتاب المقدس. الآية اللي بتخبر عن كل اللي عم نشرحه بهاللحظات اللي الرب يسوع قالها: لا تجازوا الشر بالشر، لا تنتقموا، دعوا الانتقام لي، يقول الرب، لأنه الرب بينتقم بطريقة رائعة، بطريقة تأديب، بطريقة تهذيبه للشخص بكتير من السلاسة والنعومة، بينما نحن مننتقم بالشر، منرد شر، بيجينا شر ما
منريد شر من كتر ما منكون عصبنا وغضبنا وانقهرنا. القهر بيولد شر. لذلك يا أخوتي كونوا أبطال، كونوا أبطال، ما تشيلوا الكتاب المقدس من إيدكم كل ما معكم وقت فراغ، لأنه يعني حامل أنت الكتاب المقدس بإيدك، يعني حامل كلمة الله، يعني الله موجود معك. بدك الله يكون موجود معك ويسندك بكل اللحظات الصعبة، ضلك عم تقرأ كلمته وتغذي فكرك وقلبك منها. نحن داخلين على مدخل صوم، إن شاء الله بيكون صوم مبارك على الجميع. بتمنى على الجميع كون مسيحي حقيقي بطل، ما تكون مسيحي على الهوية. المسيحي مش مفروض عليه الصوم، بس الصوم بغذيه. الصوم مثل الوقت اللي بتكون عم بتغذي جسدك بالأكل، انت بالصوم عم بتغذي روحك بالروحانيات، عم بتغذي روحك بالبركة، عم بتغذي روحك بالسلام الداخلي، عم بتهذب نفسك وشخصيتك، عم بتأدب حالك، عم بتهذب جسدك حتى، لأنك عم تمنع عنه مأكولات عم بتسبب لك فوران وسرعة حركة وتهور بالكلام والتفكير. انت هون عم بتهذب جسدك بنوع الأكل اللي عم تاكله، بالأوقات اللي عم بتصوم فيها عم بتنظف جسمك وتطهره، بالوقت ذاته عم بتطهر فكرك وعم بتغذي روحك بكلمة الله وبكل الرطب الحلوة الرائعة المباركة اللي تقام أيام خلال الأسبوع وحتى السبت والأحد بالويك أند. رح تكون أنت بأقرب مسافة اتحاد من ربك يسوع المسيح، وأكتر فترة رح تنال فيها نعم وبركات، صدقني وعم بحكيك عن تجربة. خلينا نسمع ترنيمة وناخد اتصال مع الأبونا بيتر حنا. سبحوا الله في قدسيه، سبحوه في جلد قوته، بالصوم يفتح باب السماء، من صام يمنح ملك يقضي الصيام. يا رب القوات كن معنا، فليس لنا في الضيقات معين سواك. يا رب القوات ارحمنا. سبحوه بالدف وأناشيد الطراب، سبحوه بالأوتار والأرغن، إن الله معنا. فاعلموا أيها الأمم وانهزموا، لأن الله معنا. اسمعوا إلى أقصى الأرض، لأن الله معنا. أيها الأقوياء انهزموا، لأن الله معنا. لأن مشورات عقدتم يبددها الرب، لأن الله معنا. صوم الصيام زين ملبش الهون، واستلت شبوحته بعد المورث الهون. طوب الصيام دملت
θυμώνω Θεός, γνώτε εθνικέ υπάστε, ότι με θυμώνω Θεός. Εν τη σεφία λάκρα μου, افتحي لنا باب التحالف. على معك أبونا بيتر. نحن اليوم على مدخل الصوم، حابب هيك يكون عم نحكي بهيدا الموضوع اللي بهيدا الزمن للأسف ما بقى كتير عم بهم شبابنا، شباب المسيحي بيعتبروا انه ما في فايده من الصوم، وانه فرض فرضته الكنيسه، مش يعني لا يتوجب على المؤمن المسيحي انه يكون عم بيصوم خلال فتره الصوم الكبير. لهيك حابب انا وياك اليوم نكون عم نشرح للمشاهدين اهميه الصوم، شو بيفيدنا. اولا طبعا حضرتك مش طبيب لتحكي على الصعيد الغذائي الجسدي، ولكن له افاده كبيره، وهلا صاروا الاطباء عم بيوصوا فيه، عم بيوصوا بالصوم اقله 16 ساعه بالنهار لينضف الجسم من البكتيريا وليرجع يجمع طاقه. وايضا روحيا، وهذا الاهم هلا اليوم بحديثنا، شو بيفيد المؤمن روحيا، خصوصا إذا كان يعني يرفق بالقراءات المقدسة من إنجيل، من آباء الكنيسة نقرأ لهم، من قصص قديسين، وحتى كمان الاشتراك بالرتب اللي بنقوم فيها خلال الأسبوع. يعني حضرتك بالكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية نفس الرتب تقريبا، عنا صلاة النوم الكبرى يوميا، عنا صلاة المديح، نهار الجمعة، لوالية الإله، هولي كلهم غذاء روحي رائع ومبارك. تفضل. الله معك يا جورج، والله مع كل اللي عم يحضروا وكل اللي عم يتحضروا حتى يفوتوا بهالزمن المبارك، زمن الصوم المقدس. زمن الصوم المقدس يا جورج، وما أحوجنا إلى هيك زمن. أديك الواحد فينا بحاجة لهالخلوة الروحية مع يسوع. بجوز ما بيقدر ينقطع عن العالم، ولكن بذات الوقت اللي هو فيه مع العالم بيقدر يعمل نظام معين، إن كان نظام غذائي أو نظام روحي كمان هو بحاجة لإله. قدي في عنا توبات مأجلة، قدي أنا بأجل توبتي كل يوم، بس كون عم انهي نهاري وقبل ما نام بقول يا ريت بكرة بقدر وقف هالعادة الفلانية أو كون أحسن، ولكن الحياة لأنه عم تعطيني نفس الروتين عم تعطيني بالتالي نفس النتائج، ما عم أقدر أتغلب على هالضعف اللي فيه. بالصوم أنا بعمل شغلتين، بعمل عمل على صعيد الغذاء اللي هو انقطاع عن الأكل، وبالتالي كمان حتى لو بدي أكل في مأكولات معينة بدي أكلها، وبالتالي في عمل روحي. الهدف دائما هو العمل الروحي، ولكن مثل ما قلنا روتين الحياة ما بيساعد كتير أوقات إنه ركز على العمل الروحي، لأنه عم يعمل لي ديستراكشن، عم يلهيني، عم يسرق لي بالي وتركيزي. ولكن وقت بعمل نظام غذائي هالشي بيساعدني عيش بإطار كامل. والكنيسة اللي كل يوم شو عملت، رافقت المؤمن خلال كل هالفترة بصلوات ليتورجية ولا أجمل من هيك. كنت عم تحكي جورج قدي في صلوات حلوة حطتها الكنيسة لحتى ترافق المؤمن بهالزمن المبارك. فإذا الصوم هو إنه أنا بلش بانقطاع عن الغذاء، رافق حالي أو رافق كنيستي بهالصلاة، تشوي شوي فوت بهالسر، سر الصلاة، واشتغل مع الله على شخصيتي. الصوم هو فإذا توبة محققة مش توبة مؤجلة. أنا اليوم
ما بقى ارضى انه احمل خطيتي اكثر من هيك، بدي اشتغل عليا. يعني لسانه مثلا اوقات بيطلع منه اشياء مش حلوه، بيحكي مع غيره او بيحكي كلمات بذيئه، بهالصام بوقف هالقصص. واذا قدر وقفها هالخمسين يوم اكيد خلص رح يكفي هيك بعدين. مثلا الصام هو توقف عن اي خطيه ممكن تجرحني او تجرح الله. اذا قدرت وقفتها هالخمسين يوم كمان رح اقدر كفي هيك. الصوم هو انه اعمل عمل خير، مش بس وقف الخطايا. يعني اليوم قديش وقت اللي عم عيش بهالنظام الغذائي المعين عم اقدر بجوز وفر لقمة اكل قد حلو انه شارك فيها غيري. الصوم بالاساس يا جورج بالزمانات كانوا ابائنا واجدادنا بالكنيسة الاولى كانوا يصوموا لحتى يعيشوا الفقر، حتى يشاركوا الفقير بلقمتهم. اوكي، اليوم قديش ضروري مش بس كمان وقف اكل وقول انا صايم، لا، حتى هالشوية توفير اللي عم اعمله اقدر يتخطى بيت يوصل ويبارك غير بيوت. اوكي، هيدا عمل المحبة، ما ممكن يبقى بالبيت اجباري بده يفيد ويوصل لبرا. قدي كمان حلو بهالصوم يا جورج، وهي الفكرة اساسية انه انا تقوى ارادتي. الصوم مثل ما انا بشوفه هو اختيار الفقر. اوكي، انك تختار الفقر، لانه بتعرف كل الفقراء هن اللي فرضت عليهم الحياة انه يكونوا فقراء. ولكن انا بالصوم انا جوعان مش لانه ما عندي اكل، عندي اكل، ولكن انا اخترت اني جوع. انا فقير مش لانه ما معي مصاري، معي مصاري، ولكن انا اخترت كون فقير. فاذا الصوم هو انه انا بارادتي روح لعند الفقر ولعند الجوع واطلع فيه بعينه واقول له انا اقوى منك. اوكي، وانت ما تفكرني خايف انك تزورني، انا زرتك وقلت لك انه انا اقوى منك وانا ارادتي اقوى منك. اوكي، فاذا كيف بدي انا اتغلب على خطيتي وضعفي اذا كان عندي اراده ضعيفه؟ في اشخاص بيقولوا ما فينا نصوم يا ابونا لانه ارادتنا ضعيفه. طيب لانه ارادتك ضعيفه لازم تصوم، لانه كيف بدك تتغلب على الخطيه باراده ضعيفه؟ لازم تقوى ارادتك حتى تقدر ترجع تبني شخصيتك مع الرب. فاذا هالزمن المبارك يا جورج قديش حلو، قديش كل واحد منا بحاجته ادخلوا مع الكنيسه بهذا السر. اذا كنتم متزاعلين مع حدا هيدي الوقت المناسب تتصالحوا معه. اذا كان في خطايا وعثرات عم تلوث هذا الثوب اللي نحن لابسينه، ثوب الله ثوب البر، قد حلو بهالزمن المبارك كمان نقدر نوقف كل هالعادات السيئه ونقدر نكفي مع ربنا بتوب البراره، بتوب نظيف بليق فيه، بليق بصورته اللي فيه. قد حلو بهالزمن المبارك انه انا افتح قلبي للمحبه لكل الناس وارجع احط حالي بالمكان الحقيقي. بكل اختصار جورج، الحياه هي قيامي دائمي. انا بحاجه كل يوم نقوم مع الله. وشو هي القيامة؟ هي موت عن إنسان القديم وحياة الإنسان الجديد أنا بختار كونه مع الله. بهذا الصوم أنا بقول له لله رح أمسك بإيدك ورح أمشي معك. أوكي، ورح أنا وياك نشتغل على هالشخصية، رح نحطها قدامنا ورح نجرب قد ما فينا ننظفها بشكل تليق فيك يا الله، لأنه أنت صورتك أنا هيك بعتبرها، أنا صورتك بعتبرها نقية وبعتبرها ممجدة وبعتبرها رائعة الجمال، وأنا ما بدي بقى أجرح صورتك فيي. بكل اختصار وبتمنى لك يا جورج إن الله راد، بعرف قديش عندك شغل بهالزمن المبارك، بتمنى إنه الله يعطيك القوة والصحة تتعمل رسالتك الحلوة. وكمان بتمنى لكل اللي عم يسمعونا إنه يبلشوا بقوة، يكفوا بقوة، وينهوا بنصر كبير، مع بعضنا من وقت اللي منبلش نعمل التزام كامل، وهالالتزام بكفي لحتى نوصل للحظة اللي كلنا منقول مع بعضنا فيها المسيح قام، حقا قام، أمين. شكرا لك أبونا بيتر، وبتمنى لك لك ولرعيتك إن شاء الله الصوم مبارك وعقبال كل سنة يا رب. نحن بنروح على نصيحة قديس وأيضا نصيحة من خبيرة الاتيكيت بلسم الخليل، وبنرجع منتابع فقراتنا. مرحبا، 12 شباط، القديس ملاتيوس رئيس أساقفة أنطاكيا.
ولد بالقرن الرابع، انتقل للملكوت سنة 381. فضائل يلي بتمتع فيها الوداعة والبساطة، الصدق والأمانة وحب السلام. نصيحة القديس مالاتيوس لك انه تردد هالصلاة: صخرتي هو وخلاصي، ملجئي فلا أتزعزع. والله معكم. اليوم بدنا نحكي عن اتيكيت فرض الهيبة والاحترام. في اتيكيت لهيك، وخصوصا لما نحن نكون عم نحكي مع الآخرين. دايما بنشوف عالم بتكون قاطعة، بتجي بتتحدث، بنقول اوف هيدا الانسان شو عنده هيبة. شو يعني انه عنده هيبة؟ لما يتحدث بيتحدث اللازم، بيحكي بما قل ودل. لما يتحدث بياخد مساحته بالحديث بشكل انه الانظار بتكون موجهة عليه، بتفرض علينا انه نحن نحترم هالشخص لانه ما بيحكي شي بلا طعمة. هيدا اللي انسان بيركب حديث وبيكتر بس ليعبي، مثل ما بنقول بالعالم الاعلامي يعبي هوا، للأسف ما بيفرض هيبة على الاخرين. الانسان اللي بيفرض هيبته واحترامه، اللي بيحكي ما قل ودل، بيعطي شو لازم يعطي، بيكون لما هو موجود عم يحكي بيكون واثق من حاله، حتى لو اجا وقت حدا قاطعه بيقاطع المقاطع بمقاطعة. كيف يعني؟ انه بيقول له لو سمحت فيني كمل. هون بيدل على الثقة الزايدة فيه، وبنفس الوقت عم يفرض هيبته واحترامه على الآخرين. منا صعب انه نحنا نتمكن من هيدول الأشياء، لكن بدنا نكون على دراسة ودراية بالموضوع. عشان هيك دايما نحنا منشجع انه لكل اللي بيسمعونا انه يضلوا دايما يشتغلوا على حالهم بأشياء يتسمعوا، بدل ما يضيعوا وقتهم بمسلسلات مثلا، يتسمعوا على أشياء تحفيزية إيجابية حتى يطوروا بنفسهم. وأكيد محل ما كانوا مثل ما منقول بنعمية منلاقيهم واقفين جالسين.